ايه كنت محتاجة الخروجة الحلوة دي، ولو ان مش وقتها. والله اللي حصل ده يا زوزو لا كان على بال ولا على خاطر. معلش حقك عليا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ وانت ذنبك ايه يا محروس؟ ده قضى ربنا. الحمد لله طبعا، بس يعني احنا ما كملناش شهر جواز، وانت بدل ما تفرحي دخلتي في مستشفيات ودجالين ومتاهات مالهاش اخر. ما تقولش كده، ام صباح دي غاليه عليا وخيرها مغرقني، وكان يا سيدي على الجواز الايام جايه كتير. ادعي بس ربنا يعافيها. يا رب يا زينب. يا رب. كله عشان رقصتلك. تشكر يا اخويا على الغدوه العسل دي. ده انت كنت بتاكلي في اخر جالك. خمسه في عينك وانت دافع حاجه من جيبك. الا قولوا لي بقى، هي الفسحه خلصت كده؟ اه خلصت. هسيبكوا ساعتين زمن، هروح اقضي مصلحه واجيبها. سيبنا فين؟ في الشقه. شقتي يا انس. شقتي يا جدع. افخم شقه فيك يا اسكندريه. الله الله، ده صاحبك ده طلع تقيل قوي. ده لسه دافع ست ورقات ب100 في الغدا. بتلمع ولا ايه؟ حد يقول الكلام ده؟ يا جدع سيبها تقول اللي هي عايزاه. اهو يلا بينا على الشقه. هنروح للشقه. وعم صلاح رد عليك؟ يا صلاح بقى بيكنسل عليا. يبقوا اكيد على وصول. ممكن. طب خش انت صحي الحاجه خليها تفوق. والنبي خليها، ده انا ما صدقت غمضت عينيها ساعتين. عشان بس ما تصحاش من الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا ستي، اتفضلي يا ستي. بيتك مطرحك، اتفضلي يا ستي. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك اخويا. ده محروس اخويا الصغير. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج. ايه يا زينب؟ ام صباح عاملة ايه؟ الحمد لله. انت اسمك زينب؟ اللهم صل على النبي، ده اسم بركة. على اسم ستنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب اخش انا اشوفها بعد اذنكم. مالك يا زينب؟ عرسان جدال. بس لسه ما لحقتوش تعرفوا بعض كويس. اتجوزتوا بسرعة قوي. ايه ده؟ اتعرفت بيه؟ هشرب ينسون. ولا لي فحمتين بس خليهم يحمروا قوي. يحضر لك الخير يا عسلية انت. اتفضلي يا ست الكل. بركاتك يا ست، اتفضلي. ايه اللي كسر يا زينب؟ 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 ايه اللي حصل يا زينب؟ 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 زينب زينب زينب
ده اللي حصل. زينب مبيني اغمى عليه. قومني قومني يا محروس. انت وقعت كده ازاي؟ تعالي معايا على مهلك يا زينب. حاسب الازاز على مهلك. ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ ها؟ ايه ده؟ مالك يا زينب؟ سيبني يا محروس. هو اليوم من اوله بس. مالك؟ انت ليه بتتنفضي كده يا زينب؟ يمكن عشان تخت عشان ما اكلتش طول اليوم. وما اكلتيش ليه يا زينب؟ معلش يا محروس. ما تاكلي يا زينب. انا كويسه. طيب نروح لدكتور؟ اخرج انت لسه تبرع عيب. ما تولع الست يا زينب. انا مش هسيبك. ما ينفعش تسيبها ده لوحدها يا منصور. اخرج لها. يعني انت كويسه؟ انا كويسه والله عشان خاطري اخرج. استر يا رب. انا غلطت. مكنش ينفع اقتل الواد اللي كان خاطبها ده. انا يا رب البير اللي اختست في اعرضه. هو الكاس طلب معاك نكد ولا ايه؟ في ايه يا عم؟ ايه اللي فكرك بالكلام ده؟ ما تخلينا في الحلمه اللي احنا فيها. هو صاحبك سابنا اساسا وراح فين؟ اختك هي السبب عشان اتجوزتها فهي سابتني وطفشت. اهو احنا اللي تنيلنا بنيلة. عسلية هي اللي نفدت. يا ترى لو قابلت عسلية هتعاون معاها ازاي؟ يا خبتك يا راشد. بتفكر في ايه دلوقتي يا اخويا؟ فكر في نفسك. بتفكر في عسلية؟ طب عليا النعمة. انت لو خرجت دلوقتي وشافوك ليقفشوك ويشنقوك. يا ريت. احسن الحياة ما تلزش قوي يعني. تعرف يا فتون؟ ايه يا اخوي؟ انا عمري ما تمنيت حاجة بجد وحصلت. اه عارفة. تلاقيك يا اخويا كان عليك ندر وانت صغير وما وفتوش. النبي انت ما عندكش دم. مساء الفل عليكم. انت اتأخرت ليه يا اخويا؟ اه معلش اتأخرت حبتين. كنت بجيب لك هدية يا رب تعجبك. هدية؟ اه هي مش موضة قوي بس لو اتلبست تحت الهدوم تقضي الغرض. حلوة يا أخويا. إيه رأيك؟ حلوة.